المنتخبات الأولمبية نتمنى له التوفيق ومساعدة تشكيلة نادي الكويت واضحة أمامك عزيزي المشي والمدرب الروماني مارين فاسيلي. هي التشكيلة اللي ينطلق فيها نادي الكويت اليوم بداية الموسم، والأخضر بطل كأس السوبر على حساب نادي القادسية يواجه طبعا نادي الكويت. تشكيلة العربي خالد الرشعل عسحوسي مع أفضل اللاعب في موسم 2011-2012 وهداف الدوري الأردني في ذلك الموسم، وكرة ملعوبة للنادي العربي. محاولة حسين الموسوي يغير مكانه ويروح الآن في الجهة اليمنى وبيحاول يتقدم، وهذه كرة أمامية عالية لكنها بيد مصعب الكندري يحرس مرمى النادي العرب الرشيدي. والحسين فاضل أو أي لاعب كويتي آخر، ركنية ملعوبة، بعد عاوز يلعب ركنية خطيرة بالجول، الله حلوة ركنية ثانية. الكندري بيحاول ياخذ كرة بالراس لكنها خارج الملعب إلى ركنية ثانية بنفس الوقت. أهم شيء سلامة اللاعب، ولذلك على طول يعني عطى قراره وصفر. هذه اللمحات اللعبات اللي طافت واللي ما شافها المشاهد او اللي اتابع الان. هذه الكره اللي راح لها الكندري الحقيقه في البدايه من الركنيه الثانيه. روماو تفكير، طبعا الدوري مع ايضا الروماني هنا مارين فاسيلي. يعني طلال نايف، طلال هاتاخذ مع هايل، تروح من هايل سهله. روجيريو ثلاث على أربعة اثنين الآن، وروجيريو روجيريو لكن في هناك حارس مرمى عنده الثقة والخبرة وهو طولها على نفسه أوصل الآن. هادي خلاص بيعطونهم فرصة لعبة الركنية وتبغى لنادي الكويت محاولة مرتد. الله حلوة ملعوبة من الاثنين من وليد علي عمر ولعبة عرضية صح. شوف قوية والرشيدي أبعدها حلوة من وليد وأحلى من خالد الرشيدي. هي أصعب كرة، أخطر كرة، أحلى كرة في شوط المباراة الأول كيد اللي بيتكلمون عليها الزملاء داخل الاستديو، زميل بقريس وضيوفه الأعزاء دائما عبد اللطيف الرشدان ومؤيد الحداد مدونين كل شيء. ركنية جميل بالهواء مع نادي الكويت، لا أنت داخل الملعب مو أنا اللي أقول لك يا مصعب. وهذه التسديدة من جهة أخرى جميلة جدا حقيقة. نواف هو عارف إن الحقيقة أيضا عمل توليفة ثابتة الآن للنادي العربي، عنده الآن البدلاء أصعب من الأساسيين، وهذه كرة للعربي مقطوعة. حتى الآن التعادل سلبي، ملعوبة في اليمين ومحمد فريح الآن يتقدم جهة يمين ناحية الراية الركنية، يحاول يمر بيلعب أرضية ولا لا، و في صافرة وخطأ من المساعد يعقوب السهيل. من يعقوب السهيل طبعا هو الأقرب للعبة ومش شوف اللعبة مرة ثانية، شوف اللعبة والتدخل اللي طالع القدري أو ركبة فهد عوض اليسار مع المشاركة، لكن هي أساسا وين برا، أساسها برا صحيح. أنه أحمد عبد الغفور، عبد الله الشمالي حلوة أيضا في اليمين، عجبني اللاعب اللي يشوف اللاعب الفاضي في الفاتح أيضا، وهذه تسديدة حلوة. شوف موسوي وركنية، العيس سليمي شمالي، محمد فريح، فريح إلى عبد القادر، فال موسوي بيلعب على طول، موسوي خطيرة وبرافو، أقول برافو ويخطفها من أمام. شوف الركنية أو شوف لما لعبت بالراس، شايف يبدو ان الايد سلام. هذه في لقطات سابقه وهذه اللعبه راح شوف فهد نزيل حقيقه بيشيل كره خطيره. كره وليد علي اخطر كره في المباراه، تالق فيها وليد وتالق فيها حارس مرمى النادي العربي ابعد. شوف لا هو سقوطه، القائم كان بعيد لكن هو سقط على الكت. يعني روجيريو ايضا لاعب حقيقه مسالم، وهذه المحاوله صرخت جمهور نادي الكويت. فهد العنزي، فهد بيحاول يمر، لعبها على اليمين، روجيريو يوقفها روجيريو ويلعبها روجيريو رغم ان المفروض يطلعها لانه زميله على الارض،
المفروض شوف الرشيدي رايح له يقول له ليش ما طلعت لو لاعب مثلا من العربي بتصير مشكلة أخرى. وروجيريو عليه الحقيقة في اللحظة هذه إنه يعني يطلعها أمانة، لأنه شايف زميله على الأرض، حتى لاعبين العرب يحتجوا عليه، وهذه طريقة رغم إنه لاعب الحقيقة الحكم الرابع ويقول له خلاص كل شيء أمور اللي برا درجة الممتازة. العربي بطل كأس السوبر مع أول بطولة وأول شيء يحققه نفسه النادي العربي هنا على الكندري. خطأ الآن يعني خطأ لي كويت ملعوبة الرأسية ولا زالت خطيرة، والمحاولة بالجول التونسي في قفلة الدفاع العربي في الدقيقة الأولى. في الدقيقة الأولى التونسي شادي الهمامي، شادي الهمامي الحقيقة يسجل هدف في كرة سقطت من أمام أكثر من لاعب من النادي العربي من الخطأ في أول دقيقة، وهنا يبتسم رغم الألم في إصابة. وشوف اللعبة، شوف هني السقوط وهنا المحاولة، وهو نازل على الأرض أبدا يضعها داخل المرمى، سجل هدف الكويت الأول. شوف وإحنا نقول تبي ثلاث نقاط لابد الشبك يهتز، والكويت يهز شبك النادي العربي في أول كرة وهو ساقط على الأرض تماما. التونسي شادي الهمامي يسجل في مرمى النادي العربي، سقط في المرة الأولى، والخميس يلعبها له بالراس البديل الناجح اللي يسجل الكويت هدف أول. هدف أول شايف علي الكندري شويه فيه معصب، وحكم مرات يعطي كرت اصفر علي الكندري، اذا ياخذ انذار مع فهد عوض. خميس بيمر وركله جزاء يتسبب فيها البديل الناجح الخميس، وركلة جزاء مع أحمد عبد الغفور وإنذار تونسي شادي، والآن يصنع لنفسه ركلة جزاء مع أحمد عبد الغفور، وركلة جزاء الآن لنادي الكويت على العربي. تغير الشوط الثاني والكويت وركلة جزاء، فهد عوض والرشيدي، فهد عوض الرشيدي، جول ثاني لفهد عوض. الرشيدي راح لنفس الزاوية لنفس اللعبة، لكن لعبها سريعة في المرمى غوية في الدقيقة 8. الدقيقة 8 شوط الثاني، ركلة جزاء فهد عوض والهدف الثاني. إذن الكويت 2 الكويت 2 والشبك يهتز للمرة. شوش راح لها لكن خلاص هي رايحة للمرمى. الرشيدي تماس على طول ملعب رمية، تماس فهد بيسلم لهايل، وهايل الموسوي تسلل الراية والتسلل على الموسوي فيها خطأ قبل التسلل. لعم عطى الأفضلية في الأولى، شوف هناك الشيد لأنه ما استفاد منها الموسوي. حكم المباراة مشعل العسعوسي بيعلن عن الخطأ، خطأ والخطأ للعربي علي مقصيت اللعب. جول بنيران صديقة علي مقصيت رفعها والمست في أحد لاعبي نادي الكويت الحقيقة على سرعته في الدقيقة 17. العربي غلل الفارق، علي مقصيد والإعادة فيها الإفادة. خلينا نشوف علي مقصيد اللعبة عالية وفوق مصعب الكندري داخل المرمى. حسين حاكم يبدو لي هو اللي لعب مرتدة سريعة، شوف على طول طويلة الغادر الفال بيحاول يمر وفيها صافرة وفيها خطأ. لعبت على طول سريعة ما يبي آخر اللعب طبعا، صح عمدايل بيحاول فيها الأردني، حاول عن طريق اللي صار لكن تنشال من أمامه.
تنشال من امام احمد هايل الدولي الاردني. سلامات حسين وبوسة خشم ما بين الاثنين فهد العنزي وحسين باب. قحطاني الحقيقة بيقدم دور كبير في وسط ملعب نادي الكويت. ناصر وهذه تمريرة خطيرة 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 ثامنة. شوف يعني برافو والله على اللاعب عبد الهادي الخميس يطلع من بين المدافعين يوصل صح وتمريره ايضا من الكندري في مكان صحيح لكن المكان الصح بعدين وصل يضيعها. محمد فريح احمد هايل الصافره والخطا لاحمد هايل قطع وحسين بابا إذن العب سيد محمد عدنان علي مقصيد الله فنان برسم الأهداف علي مقصيد من الكرات الثابتة من الكرات الثابتة لا تسلم علي مقصيد كرة غريبة من الـ18 لا تسلمه هو يضعها في المرمى في الدقيقة 30 في الدقيقة 30 علي مقصيد يعيد نفسه مرة أخرى ويسجد لربه شكرا وحمدا على تسجيل هدف لفريق العربي والعربي 2 الكويت 2 مباراة حلوة في الشوط الثاني فقط أقول شوف الهدف شوف يا 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 هدف أوروبي يا علي مقصيد يا علي مقصيد الكرة ليس بكبر وعرض اللاعب وطوله لكن العقلية والمخ الجميل اللي يتمتع في هذا اللاعب صاحب الأخلاق العالية علي مقصيد سجل هدف حلو والتعاون عربي. هذه طويلة فهد الرشيدي الرشيدي حسين بابا والرشيدي يلعبها لكن حسين حاكم تغطية جميلة لحسين حاكم حصلها قبل كلم طبعا ياسر أحمد ولكن حكم برا يقول العب على العموم مرتدة سريعة لشادي لكن تغطية والكرة طلعت عبد الغفور برا الملعب رمية تماس عصام جمعة عصام قوية عصام جمعة هي عرضية ولا تسديدة يا عصام لكن الرشيدي ما قدر عليها أبعدها إلى ركنية أبعدها إلى ركنية في الدقيقة 43 شو شنو قوية قوية ورايحة والرشيدي يبعدها بيضغط على الإطلاق توصل في النص للتونسي شادي بينزل كرة لعصام يحصلها براسه عصام من أمام عبد الغفور لكن يراد نفسه ويسلم للقحطاني قحطاني لعصام خطير يسلم كرة خطيرة أوه وين بيلعبها حسين أيضا لعباته خطيرة حسين حاكم ممكن يستفيد الكويت من اللعبة هذه والرشيدي قلت لك خطيرة لعبات حسين حمل النادي العربي شمالي 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 بيلعب كرة للموسوي الموسوي الموسوي شايت فوق يعني فرص العربي والله خطيرة يعني فرصة هذه ما تضيع من الموسوي لا تقدم أخذ خطوة ولا شات صح وضاعت الفرصة على العربي من حسين الموسوي ممكن فرصة الآن عصام مع أيضا البحريني سيد محمد عدنان وهذه خطيرة للخميس وصرخة الآن جمهور الكويت مثل ما صرخ جمهور النادي العربي على حكم المباراة لكن ماشية في النص بعدها هدى وخلاص تلعب الشمالي محمد فريح محمد فريح باللعب خلاص الثواني الأخيرة وهذه كل ممكن بيهدئ ويهدئ أخرها 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 خلاص 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 أعتقد أنها خلاص والعرضية أخيرا بإيد يعني حارس المرمى مع صافرة أخيرة ونهائية من حكم المباراة الدولي مشعل العسحوسي